السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن الفقر في العراق، تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق، تأثر المواطن العراقي بكل الأحداث والمتغيرات التي يشهدها العراق طبعا والعالم، لكن العراق بشكل أخص في ظل حكومات ما بعد الاحتلال، وكيف سارت بالوضع الاقتصادي اليوم إلى أن وصلنا إلى نسب مرتفعة جدا من الفقر في العراق. هناك حديث من لجنة الخدمات النيابية حذرت من ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 70% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الحلول المعيشية البديلة للشرائح الفقيرة والمتوسطة. قالت عضوة اللجنة منار عبد المطلب إن بقاء سعر صرف الدولار سيزيد من حالات الفقر لعدم توفير مفردات البطاقة التموينية وترك الأسواق المحلية بيد التجار والمتلاعبين، واعتبرت أن أضرار ارتفاع سعر الدولار تستهدف قوت الشعب العراقي. طالبت أيضا الحكومة بدفع رواتب قيمتها 500,000 دينار للرعاية الاجتماعية والاحتياجات الخاصة لمواجهة أزمة الغلاء المعيشي الخانقة واضطراب الأسواق الغذائية. كان هناك تحذير أيضا من بعثة الأمم المتحدة في العراق، حذرت من وصول مستويات الفقر في العراق إلى 50%، واليوم الأرقام الحكومية تتحدث عن 70%. نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، كيف سيعيش المواطن العراقي في ظل موجة الغلاء الكبيرة التي يشهدها العراق؟ كيف تقيمون تعامل السلطة الحكومية اليوم، إن كانت حكومة الكاظمي أو الحكومات التي سبقتها في كل المواسم في كل الأعوام التي سبقت هذا العام، بالتعامل الاقتصادي، بالتعامل مع الفقراء اليوم في العراق؟ هذه الأرقام ترتفع، كيف تقيمون تعامل السلطة؟ كيف تنظرون اليوم إلى وضع العراق أو وضع العراقيين ونحن مقبلون على شهر رمضان، في ظل أيضا أزمة كورونا، في ظل فرض حظر التجوال على العراقيين، في ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي وخفض قيمة الدينار من قبل السلطة، في ظل تأخر إقرار الموازنة اليوم وكل هذه الأزمات الاقتصادية، وطبعا رفع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية وغيرها من قبل التجار؟ كيف ترون اليوم وضع المواطن العراقي في ظل كل هذه الصعوبات التي تواجه؟ لدينا أيضا مشكلة الرعاية الاجتماعية وشريحة كبيرة جدا من المحتاجين من العراقيين لراتب الرعاية الاجتماعية، وأن يكون هناك حصة تموينية أيضا موفرة لهم، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي دعم حكومي لهذه الشريحة الفقيرة. أهالي محافظة ذي قار أكدوا أن حالة الغلاء في الأسعار أصبحت تثقل كاهل المواطن العراقي، وزادت من صعوبات العيش وسط تعدد أزمات المحافظة وتراجع الخدمات بشكل مستمر، وبيّنوا أن خفض قيمة الدينار العراقي أثر بشكل كبير على كافة المواد والبضائع. خلونا نشوف هذا المقطع لحديث أهالي محافظة ذي قار ثم نعود. ارتفاع الأسعار هذا العالم تاع عالم تهذت والله، بطلزيت ب3000 شكر صار ب1500، دمرت العالم، سويت بالعالم حكومتي ايش عم هي هاي؟ وين الموازنه؟ وين الفلوس مالنا؟ هبت مصارفكم كلها ومعاملكم هاي، ليش ايش تسوون بالعالم؟ كافي عم العالم تهذت، حس على ارواحكم، كافي بليت العالم بلوه، دمرتونا دمار، اسعار العالم كذا فقير ما له خبزه، الله وكيلكم، دمرتوا العالم دمار. احنا عراقيين، ليش واحد ياكل الثاني بالاسعار؟ تفضل يعني الواحد يحصل له قوت يومه 10,000، والدهن ب3,000، زين الدجاجة ب8,000، ب10,000، شو يسوي هذا الفقير؟ شاكل الطماطة ب1500، الباذنجان ب2000، البوتيتا ب1000، يعني ماكو غلاء، يعني مو يم الحكي استاذ. والله أثر علي بشكل مو طبيعي، يعني أنت شو بس المواطن العادي قام يمكن حتى راس الخس ما يقدر يشتري، لأن هذا الخس كنا قبل نجيبه بسعر شو بس بيش هسه من قاعد عمر ده يطلع ب 600-650، زين ضيف له كروه عمال وايجار وكهرباء وغيره، لذلك شوف لا يعني حصل عليه يصير ب 800، لازم تبيعه ب 1000، بينما كنا نبيعه هذا 2 ب 1000. هنا كل شيء يعني على جميع المستويات الاقتصاديه هو ترى كل شيء ارتفع، يعني تصور من ساعه انا رحت اسال على قنية التمن الجوكر ب 47,000، ليه 47,000؟ هي كانت 37,000، صارت 10,000، زين هالمواطن ما عنده منين يجيب؟
يعني اللي سمعتوه هو عينة بسيطة جدا من لسان حال الكثير من العراقيين اليوم، شلون حيعيشون وشلون يقدرون يعني ياكلون ويشربون ويصرفون على عوائلهم في ظل غلاء الأسعار اليوم، وفي ظل إهمال السلطة وفقدانها للسيطرة على الأسواق على التجار. اليوم احنا نمر بأزمة اقتصادية كبيرة، العراق بلد يمر بضائقة مالية شديدة، وهناك أزمة اقتصادية واقتراض مستمر من قبل السلطة. شلون حيعيش المواطن العراقي اليوم الفقير اللي يعتمد على أجر يومي، اللي ما عنده وظيفة، اللي ما عنده عمل، اللي عاطل عن العمل، أو اللي محتاج أن يدعم من الحكومة؟ شلون اليوم يعيش في ظل غلاء الأسعار اليوم؟ استمعتوا إلى الأسعار حقيقة يعني أرقام كبيرة جدا، حتى واحد يقدر يجيب أكل يوم واحد فقط يجب أن يدفع مبلغ كبير، هو مبلغ ده يتعب ويهلك به حتى يطلعه باليوم الواحد، بالإضافة إلى موضوع فرض حظر التجوال من قبل السلطة وعدم توفير بدائل للفقراء اليوم في العراق. عندنا السيد محمد من الناصرية، تفضل يا محمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي طبعا العراقيين الآن في ظل هذه الأحزاب الفاسدة وفي ظل هذه الفوضى وهذه الميليشيات، العراقيين الآن يتعرضون لإبادة جماعية. وهذا يعني حقيقة هو المقصود الآن هو إبادة الشعب العراقي. وكما نعرف جيدا بأن هناك يعني من المسؤولين الذين يستغلون المذهب والدين والطائفة وهذه المسميات التي يعني لا تغني بالنسبة للفقراء، ولا أيضا نحن نكتب دائما على قول هذا الموضوع. لذلك نقول بأن الذي يجري في بلدنا هو قتل كل ما هو عراقي ولكل ما هو فقير وكل ما هو إنسان يطالب بحقوقه. الحقيقة الآن لا أعرف إلى أين يريدون، إلى أين يريدون ببلدنا وشعبنا وهو يعاني طيلة هذه الفترة وطيلة هذه السنوات. معاناة كبيرة حقيقة. الآن عندما تنزل إلى أسواق الناصرية تجد الفقراء وتجد النساء والأطفال في التقاطعات وفي كل مكان. في ذلك الوقت كيف الآن؟ هذا سؤال. أنا أعتقد بأن الآن لا يستطيع أي مسؤول، وهذا أقل عن كلام أقول لك يا من ساحة الحبوبي أو من الناصرية، أي مسؤول الآن لا يستطيع الآن مواجهة الشارع ولا يستطيع الخروج إلى الشارع. الآن هناك حالة غليان وحالة تمرد واسع، وأعتقد بأن الأيام القادمة سوف تشهد ثورة في المناطق الجنوبية، كون المناطق الجنوبية على حال بقية المناطق العراقية مناطق فقيرة والعوائل فقيرة تعاني، وجاءوا هؤلاء تحت مظلومية المذهب ونصرة المذهب. طيب ليش على الأقل الحكومة ما دعمت البطاقة التموينية العراقية؟ واليوم احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، كثير من العوائل العراقية اليوم ما تقدر تجهز نفسها بالمواد الغذائية الكافية حتى تصمد خلال شهر رمضان. الدولة وينها من، أو وزارة التجارة وينها من دعم البطاقة التموينية اليوم حتى تسهل شوية وتخفف من معاناة الفقراء في العراق؟ أخي العزيز، أولا علينا أن نلغي كلمة دولة من العراق. نحن نعيش في ظل غابة لا وجود لدولة. الدولة تقام على ضوء مؤسسات، والدولة تقام على ضوء قوانين وأنظمة وتحقيق مساواة وعدالة اجتماعية، وهناك يعني أمور عديدة. نحن لا نمتلك كل هذه أبسط المقومات، لا نمتلك مقومات دولة. عندما نخاطب عصابات وميليشيات والسراق وقتلة ومجرمين، لذلك يعني وصل الحد بنا أن يعني حقيقة بدأت الناس في الشارع وصلت إلى حال يعني يرتع لها. يعني أنا أقول لقد عدت من الناصرين، وأقسم لك وليسمع المشاهدين الكرام وليسمع الجميع، صدقني بأن أطفال يعني أطفال وهذه خاصة هذه أيام امتحانات، أطفال في الشوارع الآن ونساء في الشوارع. أقول لك الصورة كما هي كعراقي أدافع عن بلدي. أنا لست متحول ولست تابعا لهذه الأحزاب، ولا أتحدث بلغة طائفية مفيدة كما يتحدث بعض السياسيين هنا في الناصرية في المنطقة الجنوبية. لذلك نحن نقول، نحن إذا خرجنا لساحة التظاهر لم نخرج من مطالب فرعية أو مناطق تغيير أي مقام، نحن خرجنا ضد عملية سياسية بائسة فاشلة بالكامل. هذا هو الصوت الذي نرفعه دائما سواء كان في بغداد أو في الناصرية. لذلك يا أخي العزيز اسمح لي دقيقة أخيرة إذا آخر من وقتكم، يعني تفضل. وأقول نحن هذه الحكومة
وعلى كل العراقيين ان توحدوا بوجه هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الاستهتار. نعم. بابسط ما يعني بابسط ما يقدم للمواطن العراقي، لا شيء يقدم الان، الان تعرف جيدا بان الموازنه الان اصبحت صراع ارادات ولي اذرع بين هذه الكتله والاحزاب ومقانن، هذه الوزاره الكتله الفلانيه وهذه الوزاره للحزب الفلاني وهذه للسيد فلان وهذه للحج فلان. نعم. هكذا الامور، وهذا الحديث لا اتحدث انا به فقط في قناتكم، وانما اغلب العراقيين حتى الناس البسطاء لا يمتلكون هذا الوعي السياسي وهذه المعلومات البسيطه والذين لا يمتلكون القدره، عرفوا جيدا منهم اعدائهم ومنهم اعداء العراق، لا هم اعداء العراق. كل الطبقة السياسية فاشلة، كل الطبقة السياسية لا تستطيع أن تقدم شيء. أنا أشكرك السيد محمد من الناصرية، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة. عندنا السيد أبو صالح من صلاح الدين، تفضل يا أبو صالح، حياك الله. أستاذ محمد حياك الله، أهلا وسهلا. شو أستاذ محمد؟ الله يسلمك، رحم الله على والدي. والديك أشكرك. الله، وإحنا كورك يصف على الأسير وشو طوفل أبو الناصرية أبو قاسم عينين. نعم. نحن القرآن الكريم يعني احنا سمعنا فراغ الميزانيه، احنا على مود يزودون الرعايه، بس الكراشيد عندنا الكود، بس هم الدوله والفوط ويقروها يقروها الميزانيه. اي الكراشيد عندنا خلي يصوتون الموازنه، احنا نفر سبع نفرات تاخذ 170 بس في سبع نفرات، سبع نفرات تاخذون 170 الف؟ 172 بيناتنا الله كلكم السبع نفرات؟ سبع نفرات بيناتنا الله. طيب طيب شو تكفيك، شو تكفيك يا ابو صالح هاي هال 172 الف بالشهر؟ والله اقول الحمد لله والشكر، بس يعني هم هي بس على الموازنه الكراس ما عنديش انتوا تبيعون الاسرائيل وتبيعون الهاي، اذا ما قايلين شيء بس خي يعني احنا والغربيه تقنين ونزوع هاي، انتوا ليه ما تقبلون؟ احنا كنا حق الرعايه الاجتماعيه عايشين. مو هيك احنا نوصل صوتنا بعد خي يسمعونا اخواننا في الارض مو هيك. وهل حقك وهل هو هذا حقك ببلدك انه انت في بلد غني عندك سبع نفرات برقبتك تاخذ بس 172 الف اللي هي 100 وشويه دولار؟ هل يعقل هذا الشيء؟ شو تسوى هاي شو تسوى ابو جاسم؟ احنا يعني لا حول ولا قوه، شو نقول بس الحمد لله والشكر. سوى نسد بهم باب، نسد بهم باب مال مولد على شويه صار ب 2000 كيلو ب 2000 صاير. واليوم ويا غلاء الاسعار، اليوم ويا غلاء الاسعار يا ابو صالح شو تكفيك هال 172 الف دينار عراقي؟ والله هوي عملنا ومنا يعني اشتغلنا عما الحمد لله والشكر، بس نقول يعني بس يقرون الميزانيه شويه في صوتون يعني شو تدون احنا النواب مال يعني ما موافقين والجنوب موافقين وبس الكرد يعني ليش انا ما ادري اذا طيب. وصل صوتنا يعني انا اشكرك يا ابو صالح من صلاح الدين، صوتك وصل، شكرا جزيلا للمشاركه. يعني أنت ترضى بالقليل يا أبو صالح ومقتنع، لكن حقك في هذا البلد المفروض يكون أكثر من هيجي، المفروض أنت تعيش حياة أحسن من هاي الحياة، مثل ما وعدوك السياسيين، مثل ما وعدوا كل العراقيين أنه يعيشون حياة مرفهة. وين المليارات اللي دخلت إلى خزينة الدولة العراقية؟ وين الحصة التموينية على الأقل؟ يعني تدعمك حصة تموينية مع 172 ألف ممكن يصير وضعك أفضل من الناحية الاقتصادية، أنه أنت في بيتك مؤمن من الناحية الغذائية وعندك هذا الدخل البسيط، لكن حتى هاي ماكو. يعني أنت اليوم ويا 172 ألف ده تشتغل عمالة حتى يا دوب تقدر تعيش ويطلع شهرك يعني بالقدرة. نسمع السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بيك استاذ محمد، السلام عليكم، اريد احكي حريه راي وديمقراطيه. تفضل استاذي. اريد افهم من المتسبب يا استاذي الكريم في حرق المحاصيل والبساتين؟ ونتمنى من سيدنا العباس يشور بيهم، وكذلك السيده فاطمه الزهراء تشور بيهم بمن حرق المحاصيل والبساتين يا أستاذي. أيضا يا أستاذي حبيت أسألك يا أستاذي الكريم،
الدولار كم دينار عراقي؟ والسؤال الأخير يا أستاذي الكريم، مساعدات دول الخليج من 1/1/1970 إلى غاية 2021، هل 10 تريونات أو 99 مليار؟ تحياتي لك وشكرا لك. شكرا يا سيد سعد، شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. سؤالك عن الدينار العراقي اليوم يتراوح ما بين 143 ألف إلى 147 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. المساعدات اللي أرسلتها، خلينا نتكلم على الأقل من 2003 لغاية اليوم، وأرسلت مساعدات في السنوات القليلة التي مضت من السعودية. واحدة من أشهر طبعا حالات السرقة اللي تمت في مطار بغداد الدولي، مساعدات أرسلت من السعودية للنازحين وبقيت في مطار بغداد الدولي لفترة طويلة، ونهبت بشكل كبير من الميليشيات ومن الأحزاب اللي موجودة ومسيطرة على المطار، وبإمكانها الدخول إلى المطار كيفما تريد. وتم سرقة الكثير من المساعدات، هناك مساعدات إماراتية كانت كذلك عبارة عن عربات عسكرية تم أيضا سرقتها والسيطرة عليها من الميليشيات، وهذا باعتراف شخصيات موجودة ضمن العملية السياسية. إياد علاوي واحد من هذه الشخصيات. المساعدات التي تأتي إلى المحتاجين في العراق من الدول الجارة الشقيقة تذهب إلى الميليشيات، إلى الأحزاب، إلى من يستفيد من هذه الجهات الحكومية. للأسف ترسل وتستمر ربما في بعض الأحيان بأن ترسل من قبل هذه الدول دون رقابة، دون متابعة لمصير هذه المساعدات، ولا تصل إلى من يحتاجونها فعلا، تذهب إلى الفاسدين وتذهب إلى الميليشيات. من عندنا السيد أبو ذو الفقار من نينوى، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لقناتكم المباركة. حياك الله. الله يسلمك. وإلى كادرها والعاملين فيها والقائمين عليها. حياك الله. أخي العزيز. نعم. بالنسبة للحكومة الفاشلة الفاسدة. نعم. من 2003 لحد الآن وإحنا سنة 2021. نعم. الأموال التي تأتي إلى العراق من المساعدات الإيرانية والمساعدات الدول الشقيقة والصديقة، نعم، كلها تذهب إلى جيوب الفاسدين، نعم، وجيوب الميليشيات الكتل اللاسياسية الذين اللي ما كانوا يعرفون السياسة شنو، وكانوا أثناء ما يقفون أمام التلفاز والله كانوا يخافون، نعم، يخرجون على الصحافة أو على التلفاز. أما بالنسبة ممارسة عملية على السرقات وعلى تهريب الأموال وتهريب، شلون تشوف وضع الفقراء اليوم بالعراق يا أبو ذو الفقار؟ نعم، وضع الفقراء اليوم في العراق شلون تشوفه؟ والله وضع الفقراء يعني أقول لك في أمس الحاجة إلى المال وإلى إلى نعم إلى أمس الحاجة إلى المال وإلى العمل، كلها بطالة 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 على قول المثل. نعم. الناس في حيرة في أمرها، من جانب أولي يطلعون كورونا 3 أيام أو أسبوع أو 4 أيام واقفين عن العمل والعالم محصورة بالبيت. نعم. لا مواد غذائية ولا مواد تموينية. نعم. ولا مواد بطاقة البطاقة. وزارة التجارة أكبر وزارة فاسدة في العراق. أي شيء يجيبوا كله من منشأ فاسد. وكلها سرقات بسرقات. نعم. لحد الآن لا زيت، لا طحين، لا تمن، لا شكر. نعم. وإحنا في شهر الرابع. على شهر الرابع وشهر رمضان مبارك. نعم. ولا تذهب هاي الأموال سرقات عن طريق وزارة التجارة وعن طريق العملاء والتجار والفاسدين. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا سيد أبو ذو الفقار من نينوى. طبعا نتكلم عن أرقام الفقر في العراق. المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي قال إنه بموجب مسح الفقر لعام 2018 تبين أن محافظة المثنى في المرتبة الأولى من المحافظات العراقية بمستوى الفقر، وصلت بها نسبة الفقر 52%
هذا بحسب وزارة التخطيط. وقال إن نسبة الفقر في باقي المحافظات توزعت ما بين دهوك 8.5%، السليمانية 4.5%، أربيل 6.7%، نينوى. طبعا شمال العراق وضعهم من الناحية الاقتصادية أفضل بكثير طبعا من الغربية ووسط وجنوب العراق. عندنا نينوى، محافظة نينوى 37.5%، كركوك أو محافظة التأمين طبعا 7.6%، ديالى 22.5%، الأنبار 17%، صلاح الدين 18%، بغداد 10%، بابل 11% نسبة الفقر، كربلاء 12%، واسط 19%، النجف 12.5%، الديوانية 48%، ذي قار 44%، ميسان 44% أو 45%، والبصرة 16%. هاي إحصائية وزارة التخطيط لمسح تم في عام 2018، واليوم الحكومة تتكلم عن 70% ممكن أن تصل نسبة الفقر في العراق. تخيلوا ممكن الأرقام هاي أو النسب المئوية شلون تصير. حنتكلم بعد قليل عن حديث محافظ المثنى أحمد منفي في تصريح صحفي تم، وشلون يبسط من المعاناة الموجودة اليوم في محافظة المثنى. من عندنا السيد صلاح من الناصرية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك. الله يسلمك، حياك. معوض، عمري 60 سنة. نعم عمري 60 سنة. نعم. استقضي راتب من الرعاية 97,000 دينار. 97,000 وضغط وسكران. شلون؟ عندي ضغط وسكر. نعم. ومعوض، زوجتي وبنتي عايشين بال 97. شلون عايشين؟ يقبلون السياحتين يعيشون 97,000 دينار. شلون قادر تعيش بهذا المبلغ؟ والله على الله. نعم. زين على الله، ماكو على الله. نعم. اللحم والدجاج لاغين عن الجدول اصلا. اليوم بطن زيت ب 3,300. زين مقبلين على شهر رمضان المبارك. نعم. وين نروح هنا؟ زين؟ نعم. وين نروح هنا؟ مو عراقيين خلي يديحونا الحدود يديحونا، وإنا الله. زين؟ نعم. فشنو مصيرنا يعني احنا؟ استقبل الله وبالرسول علاج ما أقدر أشتريه، أبقى أيام بدون علاج. زين شنو مصيرنا؟ نعم. العالم وين عايشة وإحنا وين عايشين؟ شنو فرقنا عن الإماراتي؟ شنو فرقنا عن السعودي؟ شنو فرقنا عن الكويتي؟ شنو فرقنا؟ عندهم نفط وعندنا نفط. نعم. ليش إحنا بهالوضع دولة وضع راقي؟ يعني شنو ذنبنا إحنا؟ نعم. ذنبنا انولدنا بالعراق؟ يعني ليش؟ والله ما ادري يعني. سيد صلاح، ماكو اي مساهمة حكومية في مساعدتكم؟ يعني ما اي مساهمة. يعني قلت لك 97 والله شاهد، ادي ابني مال انفجار الكبادة. نعم. راح. زين. نعم. ولحد الان من 2016 لحد الان اراجع اتقرض، والله شاهد اتقرض واجرى القضاءات وما وصلت نتيجة، من المحكمة للمؤسسة، من المؤسسة للمحكمة، وبعدين مليت جساعت ما عندي مكاني. نعم. زين يعني شنو مصير نحن؟ سيد صلاح من الناصرية، الله يكون بعونكم طبعا على الوضع المأساوي اللي يعيشه كل العراقيين اليوم أو أغلب العراقيين اليوم. 97,000 دينار عراقي، وهو صاحب عائلة ورجل مريض يحتاج إلى دواء ويحتاج إلى غذاء، شلون يقدر يعيش بهذا المبلغ؟ علاء من البصرة، تفضل. علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك لك وللكادر، ربي يحفظك إن شاء الله. حياك الله، الله يسلمك. الله يسلمك أخي. ما أدري وش يقول، ما أدري يعني تراكمت علينا هذول، منين اجون، منين طلعون، يعني بلد مقفين، فقر، جوع، حرمان، يعني
كثير من العراقيين والله العظيم يجي لك لو عندي إمكانية ما أضل بالعراق، لأن كل شيء سلبوا من عنده حتى روحه، ما خلوا للعراقي شيء. تطلع تظاهر، ها جوكري، ها بعثي، ها ظل قاعد، كتلك الجوع والفقر والأحزاب والعمايم والكذب مال أم النفاق. يعني بلد دمروه، هسه راح تقول معاهد وما ادري شنو، وانت ايش عندك تصدر؟ ايش عندك؟ عندك تمر؟ شو تصدر يعني؟ بلد موقفين، يعني روح شوف دول العالم شلون عايشه. روح اليوم ماكو، نقول اتحاد المنافقين واتحاد اليهود، والله العظيم ما عندهم واحد اذا ما عنده راتب. تعال للعراق، العراق يتحسر على 100,000. بلد النفط وبلد المنافذ وبلد كلها مسيطر عليه. يعني ليش حولونا يا علاء الى بلد مستهلك؟ اليوم احنا ندفع لهاي الدوله وذيك الدوله في سبيل الحصول على مستلزماتنا الغذائيه والدواء وغيرها، واحنا عندنا عشرات الاف المصانع او الاف المصانع موجوده مهمله مغلقه، واللي يريد يفتح مصنع اليوم بالعراق ويشغل تجاره داخليه يحارب، الميليشيات تقتله. ليش حولوا البلد اليوم لا زراعة لا صناعة؟ ما عندنا شيء، بلد بس نستهلك. أول شيء هم خبرة ما عندهم منتهين من عدن، وثاني شيء هم وكلاء يشتغلون إلى دول الجوار. نعم. يعني بشرفك هذا العامر اللي كان يعذب بالجيش العراقي يصير وزير ويجيب جماعته وغيره من باقي الوزارات من كل الأطراف. نعم. من كل الأطراف. روح أنت شوف هذا البرزان المنافذ الحدودية والدنيا كلها إله، ويجي شاركة ببغداد ومعلق الميزانية، والميزانية ما حد مستفاد من عدن شيء. دولي ما عندهم غيره. روح شوف السفارات العراقية، العراقيين اللي يجون من اليونان يريد له جواز مرور ينام له شهر بباب السفارة يذلوه، يلا يبطوا له جواز مرور. دولي ما عندهم غيره على البلد هذا. دولي دمروا العراق، نهوا العراق. عملاء إيران يقول بريمر لميناهم من مقاهي لندن وغير لندن، دول الجوار لميناهم. دولي ما عندهم غيره، ما عندهم غيره. ايش ما تحكي عليهم هسه لو تحكي عليهم 100 سنه. نعم. ما عنده غيره يا اخي، بشر ما عنده كرامه، وش تسوي؟ نعم. وتحيات لكم. شكرا جزيلا سيد علاء من البصره. عندنا السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذه الميزانيه صارت فوت السبع. نعم. هذول قاعد ينهبوها، كانت 75 من قبل اسبوع اصبحت 35. هذول قاعد يبوقون. نعم. هذول جايين حراميه يا جماعه، قاعد يشوفونه بعينكم، انتم ليش تغشمون نفسكم عنهم؟ الساده هذول حراميه على هذا. اول هذا العامري لما روح امام الخميني. اي. والعلن قاتل الجوع، والله داعين امام الله. اريد ما احكي لك شغلاتي. الداعين امام الله فاتح علي خذوا فلوسي وولدي اثنين ما لهم اليوم 4 سنين. نعم. والله وقمتي 4 حريمة، والله 4 حريم، حريم الولد وللشباب. نعم. وحريم اثنين وفلوسي فاتوا قالوها بل 13. احنا ما نريد نحكيها والله. وقعدوني على الحديده ونتريق. أنا نتريق ما نتخدى. هذول حراميه، هذول غيرتهم وين صارت؟ تقول لي هذول من المغرب، هذول من ما حقيقة سامي تلم لماو وجانا هنا موسع إلا علي ولا عليك ولا على آخر. عجل حجلك أبوك أكوسي بتاج اسمه الحوت الثاني 35 على السجين دي، ما حد يندلو وين رئيس وزراء ما يندلو وين. 35 على السجين دي. نعم. بالحوت نسمينه الحوت الثاني بتاج هذه، بس رب العالمين يندل بيه. والميليشيات هذول قاعد يبيعونهم بيع الدفاتر. نعم. عندك اطلع ابنك، ما عندك ما اطلع ابنك. نوميلي هذا اللي يبوق حصه الشكر الوزير، هذا اللي يبوق حصه التمن، هذا اللي يبوق ماسك الطيارات، هذا اللي يبوق حدود المنفذيه، هذا اللي يبوق القمرق، هذا كلهم خلينا رصيف، هذا اللي يبوق الشرات. وانطونا المواطن الله دعينا امام الله، جابوا لنا 6 كيلوات كلها على فلاح حق كل ذيك يطشوها اليوم 6 أشهر ل7 أشهر. سيد محمود. انا اشكرك، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك. وطبعا هادي العامري صاحب مقوله الفقر كذبه بالعراق. تحدث هادي العامري في وقت سابق قال بانه الفقر كذبه بالعراق. هل يعقل انه هذا اللي دنسمع اليوم والارقام الحكوميه اللي بدها تطلع اليوم كلها كذبه؟
وعادل عبد المهدي أيضا في تصريح سابق إلى يقول أني النثرية اللي تجيني من الدولة مليون دولار أوزعها للفقراء. لو كل مسؤول فعلا دي يسوي اللي دي يقول عليه عادل عبد المهدي إن هم دي يوزعون هذه المبالغ على الفقراء، كان شفنا وضع الفقراء في العراق اليوم لهذا المستوى المرتفع اليوم، أعداد كبيرة جدا. عندنا السيد أبو زينب من البصرة، تفضل. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي قناتكم شريفة. حياك الله أستاذ. بالنسبة للفقر اللي جاي يتحدثون به، تشوفون يعني أرقام، يعني أرقام هو اللي يطلعوها، هم ما يدرون. خلينا نقول 80%، إذا جاي نشوفه بالشارع وبالبيوت وبالشعب العراقي 80% شوية فقر. نعم. وبعدين على قولتك عادل عبد المهدي شنو مليون، هم اصلا هم خلين طول حق الشعب، حق الشعب ولو 5-10% صدقني تكتفي الناس، مو يقول انا اروح انا وغيري اجي اوزع الراتب ووزع كذا من عند المليون كذا الفقراء. هم لو حسب الفقير من 2003 الى اليوم. نعم نعم. يطلعون يقولون يعني همام حمودي نائب رئيس البرلمان الأسبق يقول أو السابق يقول لا دولة مثلكم. بشنو تحديدا العراقيين اليوم أفضل من غيرهم بالمحيط القريب منا؟ خلينا نقول مستحيل صفر بالمحيط هنا بالدول، صفر يدرون بنفسهم أستاذ، بس هم جاي يتبلون وجاي يتحيدون على الناس. وهسه هذا بالنسبة للموازنة، أكو طلع كم واحد، طبعا هم كلهم من حيث المنشأ من حيث الكلام والفعل والقول، كم واحد طلع قال احنا نريد خفض الدولار أمام الدينار العراقي على مود الفقراء. صدق كلهم متفقين وهذا حكي من شوكت الميليشيات، من شوكت الميليشيات تدور على مصلحة المواطن ويريدون ياخذون عقود وصوت الناس. شو اقول لك احنا نريد نخفض الدولار او خفضنا، ما راح يخفضون الدولار وراح تذكر العالم، راح تنطر الميزانية على الدولار المرتفع وبعد زيادة هم عليه بالنسبة للميزانية وبالسوق. هو ايش بقى بعد بالناس؟ ايش بقى بالسوق؟ خلينا وجاي يعرفون كل زين وجاي يطلعون، خلينا ينزلون السوق ويشوفون شنو المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وغيرها والكهربائية وغيرها اللي الناس تستخدمها. وين صار انضربت كل حاجة بثلاث مرات ثلاث أضعاف، ويدرون كل زين، بس هم ناس راح يكون بس يبوقون وبس لهم ويتوزع العراق والأموال وكل شيء بيناتهم. ومستحيل يعني مستحيل صار ولو أقول مستحيل يطول للشعب لو 1% صراحة يعني. نعم سيد أبو زينب أنا أشكرك من البصرة. طلع محافظ المثنى أحمد منفي بلقاء تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية، قال بأنه طبعا أكو تجمع لنساء عراقيات من محافظة المثنى عند حائط أحباب الله، وموضوع حائط أحباب الله لمن لا يعرف هو بقضاء الرميثة طبعا مشروع خيري، حائط مكان يتم وضع به ملابس مستعملة ويأتي صاحب الحاجة، وطبعا تطور الموضوع لربما مساعدات غذائية وغيرها، يأتي صاحب الحاجة يبحث عن ما يريد ويأخذ ما يحتاج. فتجمع لنساء عراقيات وتحدث عن هذا الموضوع، قال بأنه الموجودات النساء الموجودات اليوم أمام حائط أحباب الله بمحافظة المثنى ذني مو نساء محافظة المثنى، لأنه أهالي محافظة المثنى كرماء ما يقبلون على نسائهم يكونن بالشوارع. قال هاي جايات النساء من ذي قار وجايات من الديوانية، وكأنه نساء العراق اللي خارج محافظة المثنى عادي يقبل المحافظ هو أو يقبلون أهاليهم أنهم يكونون موجودين بالشوارع. هذا حديث محافظ. طبعا بإمكان حضراتكم تشوفون المقاطع اليوم تداولناها في تواصل.com موجود على اليوتيوب، بإمكانكم تراجعون هذه المقاطع. يقول ذني النساء الموجودات 15 وحدة بس منهن اللي ما عندها راتب. طلع الفيديو وتحدث النساء العراقيات الموجودات بينهم كلهن من محافظة المثنى وكلهن ما عندهن راتب وكلهن مهملات من الدولة. محافظ المثنى يتكلم ومحافظته أفقر محافظة بالعراق، يتكلم ويقول أهالي المثنى كرماء وما يقبلون على نسوانهم، ما يقول أنه أنا محافظ مسؤوليتي أنه أوفر
حياة كريمة لأبناء محافظتي. أنا محافظ مسؤوليتي أنه ما خلي مواطن عراقي إن كان من محافظة المثنى أو من خارج محافظة المثنى في محافظتي يقعد على الرصيف ينتظر دعم، ينتظر راتب، ينتظر مساعدة. هذا كلام محافظ موجود بالسلطة يطلع على قنوات التلفزيونية ويصرح هذه التصريحات. عندنا من ويانا؟ السيد محمد من الناصرية، تفضل سيد محمد، نصي صوت التلفزيون لو سمحت. محمد من الناصرية، محمد السيد محمد من الناصرية. السلام عليكم. وعليكم السلام محمد، لو سمحت نصي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون فقط. نصي صوت التلفزيون يا محمد. أشكرك يا محمد، شكرا يا محمد. محمد أرجو منك أن تنصي صوت التلفزيون من تخابر حتى نسمعك وما يكون أكو صدى صوت بالاتصال. محافظ البصرة أسعد العيداني المتهم بالفساد والناس تطلع عليه يوميا من 2018 لغاية اليوم، وقبلها طبعا كانوا يظاهرون في البصرة ضد محافظ البصرة أسعد العيداني اللي يعني ما حد يعرف ليش بعده بالمنصب، يقر بوجود 1.5 مليون المليون مواطن في البصرة يعيشون في العشوائيات ووافدين طبعا من محافظات أخرى. قال العيداني أن هؤلاء المواطنين القادمين من محافظات أخرى يحتاجون إلى خدمات مختلفة كالماء والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، خاصة أن هؤلاء 1.5 مليون مواطن يسكنون العشوائيات. وحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع، هو كان طبعا حمل حكومة العبادي سابقا، يمكن تتذكرون الاستجواب اللي صار لحكومة العبادي وظل هو والعبادي يتعاركون، هذا يشمر التهم على ذاك وذاك يشمر التهم على هذا. المهم حمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع بعد تجاهل توفير التخصيصات المالية الكفيلة بتغطية احتياجات شريحة كبيرة من المجتمع العراقي. وأكدت وزارة التخطيط طبعا مثل ما قلنا أن نسبة الفقر مرتفعة جدا وتتجاوز 16% بحسب الأرقام الحكومية. ومثل ما سمعته السيد أبو زينب من البصرة يقول هذه أرقام الدولة، الأرقام الحقيقية احنا نشوفها بالشارع أرقام أكبر بكثير من اللي دتعلنا الحكومة. طبعا محافظ البصرة يقر بهذا الموضوع، لكن بالمقابل ما قدم شيء لمحافظة البصرة باعتراف الناس بالتظاهرات اللي تطلع عليه يوميا تتهمه بالفساد وأنه هو جزء من هذه المنظومة الفاسدة وبسببه واحدة من أغنى محافظات العراق نفطية بها فساد مسيطر على الموانئ الموجودة بالمحافظة، قيادات الشرطة كلها متواطئة بقتل الناس اللي يتظاهرون، المخدرات انتشرت في البصرة بشكل كبير جدا في حقبة أسعد العيداني. من ويانا؟ السيد محمد من كربلاء، تفضل. محمد حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم قناتكم المباركة. الله يسلمك. قناة الحق والحقيقة. الله يسلمك، حياك الله. أخوي أستاذ محمد، بالنسبة لهاي الحكومة والموازنات وعلى الجاي يصير في العراق. نعم. والله يستر من الجاي راح يصير. نعم. هسه بالنسبة هذا على إقرار الموازنة، هاي الموازنة ما تنقر أخوي أستاذ محمد. والله العظيم ما تنقر إذا ما تحصل موافقة من الحكومة الإيرانية. إي. ما تنقر الموازنة إذا ما توافق إيران. أي واحد. نعم. اثنين، هذه الميليشيات الجسول والجول بغداد رفع الله وغير رفع الله جميع الأحزاب. نعم. ما تتحرك وتمشي إذا ما أمر من إيران. الحكومة العراقية الأمر من إيران وتمشي من العراق. نعم. اثنين، ثلاثة بالنسبة للقاعدة
يعني ترجع لجميل الشمري. جميل الشمري قتل أبناء النصرية، وأبناء النصرية جاي يظهرون على قود الحق والظلم والشغل. جميل الشمري قتل أبناء النصرية، جابوه حطوه بدياله وخلوه مكان مضبوط واحترموه وخلوه. ترجع علي الفريدي سقط الموصل زين، هسه خلوه قائد عمليات مع الكركوك المقر المسيطر. نعم عبد قلبه وعلى غيدان دول القادة سقطوا الموصل. تدري حتى وين هالسمة الأرضية ورواتب وسيارات وبيوت فخمة ومرتاحين. طيب بالمقابل العراقيين شلون عايشين يا سيد محمد؟ يا أخوي يا أبو جاسي يا بعد روح روحيك، العراق بس رحمة الله عليها، بس رحمة رب. شلون وضعكم بكربلاء يا محمد؟ والله يا أخوي سيد محمد كمل لا خدمات ومظاهرات وحق العالم من تتظاهر لها شغل وظلم. الوضع في كربلاء احنا مظاهرات عندنا في كربلاء احنا ووضعية تعبانة لا خدمات. طيب اليوم اليوم يا يا سيد محمد اليوم عندنا غلاء اسعار بكل العراق طبعا، وكربلاء جزء من العراق اليوم ايضا الاسواق مرتفعة بها المواد الغذائية وغيرها، واليوم احنا مقبلين على شهر رمضان. العوائل الموجودة اليوم بكربلاء واكيد حواليك تسمع من صديق من قريب اكيد تشوف الفقراء الموجودين اليوم بالعراق، شنو وضع اليوم الفقراء في ظل هذا الغلاء وفي ظل غياب الدعم الحكومي عن توفير حصة تموينية عن توفير راتب رعاية اجتماعية يكفي انه يسد حاجة الناس؟ اليوم الناس شلون عايشة بكربلاء؟ والله يا أستاذ محمد أسعف عوائل متعففة بكربلاء. نعم أقسم لك بالرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يشتري له بطن زيت ب3000 دينار، والله العظيم مطحين ما يقدروا يشترون موخذة أيام ما يشترون. هذا إجا شهر شهر فضيلة، شهر رمضان، شهر الخير، شهر الطاعة. زين والله العظيم عوائل متعففة مو بس بكربلاء، عموما العراق كله. نعم نعم بس حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، الله ينتقم من كل ظالم. تتوقع حيطوكم هذا الشهر هذا هذا رمضان هم كيلو عدس مثل ما سوى عادل عبد المهدي؟ يا اخوي سعد محمد عبد المهدي قال عدس اي وراس ما ما كل ما طابع الا انا قلت لك توافق لو وافقت ايران يطولنا، بس لو ما يطول يعني حتى حتى العدس بموافقه ايران. نعم نعم عدس موافقه من ايران، التحركات القطاعات من ايران، نفس القادة من مكان لمكان بإيران، الميليشيات الصول والجول ببغداد بإيران، خطوا إيران، خطوا هذا عيفوا هذا، كتلوا هذا خلوا هذا كل إيران. وأنا أشكركم وأشكر قناتكم قناة الحق والحقيقة. الله يسلمك يبارك بك. أنا أشكرك يا سيد محمد من كربلاء. طبعا الفساد بالعراق ما يحتاج أن واحد يعني يتكلم عليه ويقول انه اكو فساد، لانه صار حتى الطفل اليوم بالعراق يعرف انه اكو فساد موجود بالعراق، وهي دولة فاسدة بكل مؤسساتها، بكل مؤسساتها بلا استثناء هناك فساد داخل كل مفاصل الدولة العراقية. وهذا حديث من وكالة فرانس بريس اللي قالت انه حجم الفساد الضخم في العراق دفع العديد من العائلات العراقية الى الهجرة. مشكلة حقيقة المواطن العراقي اليوم، وسمعتوا حديث الناس دا يحس انه هو غريب في بلده، أنه هو مدى يأخذ حقه في بلده. وكثير من العوائل العراقية طلعت من العراق في سبيل الحصول على فرصة أفضل للعيش الكريم في بلد من بلدان العالم الحولنا، اللي هي البلدان المحترمة اللي بيها قانون اللي بيها نظام اللي ممكن العائلة العراقية تعيش به حتى لو على القد، لكن تقدر تعيش على الأقل أمان موجود. فرانس بريس قالت إن هرم الفساد يقوض آمال العراقيين في مستقبل أفضل ويدفع أعداد متزايدة لمحاولة الهجرة. أشارت أيضا إلى أن العراقيين على يقين بأن المسؤولين سرقوا أموال الدولة التي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وأنهم مجبرون على دفع المزيد من أموالهم للحصول على المياه النظيفة ومولدات الطاقة ودفع فواتير الصحة. في بلد تقول بالأرقام الحكومية 81 مليار دولار تم انفاقها على قطاع الكهرباء، اليوم شنو الكهرباء بالعراق؟ شنو المأساة اللي يعيشها المواطن العراقي بالنسبة مع الكهرباء؟ واحنا طرحنا مثال، ضربنا مثال قبل فترة، مصر دولة تعاقدت مع شركة سيمنز الألمانية وقامت بإنشاء
شركة سيمنز قامت بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية كبيرة جدا بقيمة مليارين دولار فقط، تولد كهرباء تكفي 15 مليون نسمة. يعني هذا بملياري دولار. تخيلوا العراق أنفق 81 مليار دولار واليوم كهرباء ماكو عند المواطن العراقي. خلينا نقرأ رسائل سريعة وصلت. رسالة: السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، بعد التحية والسلام. يقول: العراق بدون سلطة وقانون يحمي العراق وشعبه وإدارة تدير البلد أسوة بالدول المجاورة. العراق بيدعو ملاء الاحتلال وأعدائه. لدينا رسالة أخرى: ارحلوا يا خونة يا فاسدين يا سافكي دماء الأبرياء، واحفروا قبوركم بأيديكم يا أذناب الأجنبي، وإلى جهنم وبئس المصير. والشعب الأبي البطل سيبقى رمزا وعلما خفاقا في سماء العراق، وسينتصر عليكم يا أعداء العراق، يا أعداء الله والإنسانية. ابن الوطن من صلاح الدين. أنا أشكر جميع المشاهدين الكرام والمشاركين معنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.